دينا دينا حد ينام دلوقتي؟ قومي اقعدي معانا دينا. دينا بلاش دلع، قومي بقى يلا دينا. دينا 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 احمد الحقني يا احمد. قومي يا بنتي، قومي يا حبيبتي، قومي قومي يا روحي، قومي قومي يا احمد. في ايه؟ في ماما؟ كنت في الاسعاف بسرعه. قومي يا حبيبتي، قومي قومي يا روحي، قومي يا ماما، قومي. يعني ايه يعني مش عايز تدخلني؟ وفي حاجه اسمها داخل الكومباوند وخلاص، مش لازم اعرف انت داخل لمين. داخل لرحمه حليم. دكتوره رحمه؟ ايوه الدكتوره رحمه. في ميعاد سابق ولا اعرف انك جاي؟ يا عم هو تحقيق ولا داخل لوزير الري؟ هي هتنبسط لما تشوفني. قول لها بس سعيد بتاع اللاندري. طب يا عم استنى اما اتصل لك بيها. عيل افح قوي. لا ما اعرفش حد بالاسم ده. هقول لك دخله، يمكن يكون حد من الفانز. شكرا. قلت ايه يا رب؟ عموما فكري وردي علي. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا عز. انت اخر واحد كنت اتوقع منه انه يقف جنبي في الموقف ده. قلبك كبير قوي. يعني هتفكري؟ استني ردي كده. الحكومة رجعت الفلوس ولا لسه؟ لسه، بس أنا كان المفروض أروح النهاردة وراحت عليا نوم، وبعدين أنت عارف يوم الحكومة بسنة. إنما الفلوس هترجع هترجع، كله هيظهر. كل حاجة هتظهر. يلا سلام. قلبك كبير قوي يا عز. زي الفل. انا بس جاي لك في موضوع كده، بس عايزك بقى تحللي بقي. يعني ايه احللك بقك؟ حضرتك بقى كلك نظر. اه يعني زي كل سنه وانت طيب كده، حاجه زي كده. والله لو الموضوع يستاهل اعمل لك اللي انت عايزه. انا عارف مين اللي كان خاطف الست عايده. انت تعرف لو قلت لي اللي انا نفسي اسمعه انا هحللك بقك قوي. ايه رايك يا رشيد؟ اروح البيت ولا نروح النادي نتعشى؟ النادي. طب شوف مامي كده عايزه تيجي تتعشى ولا لا؟ مامي النادي. اعملوا اللي انتوا عايزينه، مش فارق معايا. يا ساتر يا رب. يا بنتي مش عندك حلقة بتحضري لها؟ لو ده هيعطلك مش لازم. ما انا قلت اعملوا اللي انتوا عايزينه. ايه ده مش دي رحمة؟ مش واجب برضه نقف نسلم عليها ولا ايه؟ من ساعة اللي حصل لها ما حدش قال لها ولا كلمة. اللي يريحك، اعمل اللي انت عايزه. انا قلت لك قبل كده ما بحبش الطريقة دي، ما بتجيبش النتيجة معايا، ما تعملهاش.
حبيبتي يا رحمة. هاي الحمد لله على سلامة ماما. ازيك يا حبيبتي؟ الله يسلمك يا أخبارك. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا رحمة عاملة إيه؟ وحشتيني قوي يا طنط. وأنت يا روح طنط. بجد إحنا آسفين قوي ومقصرين معاكي الفترة اللي فاتت دي، ما عرفناش نقف جنبك يعني. ولا تفكر. بس إنجي على فكرة قالت لي إنها عاملة بارتي كبيرة جدا علشان طنط. بس ماما رجعت بيتها طبعا. إزاي بسرعة كده؟ أيوه هتتجنن، عايزة ترجع شقتها تاني. مفيش فايدة. بإنجي. أنا لازم أطمن على إنجي. أنا هاجي معاكي، خدي رشيد وتقعد بيت حالا. يلا. حاضر حاضر. يلا رشيد. مدام مدام. What's wrong؟ حضرتك انجي محمد؟ ايوه انا. معانا اذن من النيابه بتفتيش المكان والقبض عليك. قبض عليا؟ بعد اذنك يا مدام. ايه ده؟ يلا يا ابني رايحين فين؟ يلا انتوا رايحين فين؟ ممكن تهدي بعد اذنك؟ يعني ايه اهدى؟ ممكن اعرف انتوا بتقبضوا عليا ليه؟ حضرتك لما هتشرفينا في الاسم ان شاء الله هتفهمي كل حاجه. اسم؟ ايوه اسم. تيلا كوكت ماي موبايل. انتوا الاثنين تفتشوا لي هنا، انت تعالى معايا جوه. فندم امننا المكان. حاضر يا فندم. تحت امرك يا فندم. خش خش. ممنوع ممنوع لو سمحت. لا لو سمحت دي صاحبتي. لو سمحت ممنوع. اطر حضرتك ممنوع، مش هينفع دلوقتي خالص. معلش اتفضلي لو سمحت. صاحبتها ممكن تدخلها بعد اذنك. مش هينفع لو سمحت. احنا جيران. احنا اتفضلي لو سمحت. خش فتش لينا دلوقتي. تمام يا فندم، لانه حاجه اسجلات جلسات العياد. بجد لو سمحت انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. لا تنبيه لقينا الاسطوانات والجوانتي ولقينا دول كمان. ايه ده؟ حرز لي الحاجات دي. ايه ده؟ هاتوها. هاتوها ايه؟ ايه ده؟ تينا كل دكتور هشام. هاتوها هاتوها. يلا ايدي اديني الحارس اللي معاك ده. ايدي يلا على البوكس. طب ليه ماسكينها كده يا جماعه؟ دفعت انجي ما تخافيش. رحمه ما تخافيش يا حبيبتي، احنا هنجيلك. انجي ما تقلقيش يا انجي. انجي ما تقلقيش. طب في ايه يا اخوانا؟ رايحين فين طيب؟ اكيد في حاجه غلط، ما تخافيش هنجيلك. استني.